صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم لاخبار الرياضه. البدايه من محلياتنا، حيث احرز البطل السوري الشاب مهند العلي ذهبيه القتال الفردي لوزن 60 كيلوغرام بجداره، كما احرز برونزيه الكاتا الفردي في بطوله كاس مرمى الدوليه اسطنبول تحت اسم الفريق العربي السوري، بالاضافه لاحراز محمد احمد العلي برونزيه القتال عن وزن 76 كيلوغرام لفئه 17 عام. استكملت يوم الأمس مباريات المجموعة الأولى من بطولة تنس الطاولة التي تحمل اسم الشهيد ماجد كرمان في مبنى المجلس المحلي لمدينة حلب، وقد كانت النتائج على الشكل التالي: فوز مصعب الخلف على ياسر الكور بمجموعتين نظيفتين، وفوز ياسر الكور على عبد الناصر إبراهيم بمجموعتين نظيفتين أيضا، كما تغلب أحمد الطويل على عبد الناصر الإبراهيم بمجموعتين لواحدة. في انجلترا انتهت قمة البريمير ليج بين ليفربول وارسنال بالتعادل بهدفين لكل فريق، وذلك في المباراة التي احتضنها ملعب الانفيلد رود ضمن الجولة 17 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم. في الشوط الاول كان هناك ضغط كبير من جانب الريدز من اجل افتتاح التسجيل، وقد نجح الفريق في ذلك عندما احرز اللاعب البرازيلي كوتينيو الهدف الاول عند الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول، لكن فرحة ليفربول لم تدم لفترة طويلة، اذ بعدها بلحظات تمكن الفرنسي ماتيو ديبوتشي من احراز التعادل للضيوف. في الشوط الثاني دخل أرسنال وهو عازم على تحقيق الفوز، وكان له ما أراد عندما سجل الفرنسي أوليفييه جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 64. حاول بعدها صاحب الأرض أن يعود في النتيجة، وقد نجح في ذلك بالدقيقة الأخيرة من المباراة عبر مدافعه الهداف سكيرتل. في واحدة من أمتع مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم تعادل فريقا إنتر ميلان ولاتسيو في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو بهدفين لمثلهما، فبعدما أنهى لاتسيو الشوط الأول متقدما على أصحاب الأرض بهدفين دون مقابل قبل أن يتمكن لاعبو نيراتزوري في العودة خلال الشوط الثاني الذي تسيدوه جملة وتفصيلا في ظل التشجيع الجنوني من جمهور الفريق، والذي لم ييأس بالرغم من النتيجة المحبطة التي انتهى بها الشوط الأول، نجح فيليبي أندرسون من تسجيل الهدف الأول للازيو مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثانية، وعند الدقيقة 37 عاد نفس اللاعب لكي يوقع على الثنائية الخاصة به ولفريقه ولينتهي الشوط الأول بواقع تلك النتيجة. في النصف الثاني حاول لاعبو الانتر العودة بالمباراة من جديد، ونجح الكرواتي ماتيو كوفازافيتش من إحراز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 66 عبر مجهود فردي، وقبل النهاية بعشر دقائق نجح المهاجم الأرجنتيني رودريجيو بالاسيو نجح بإدراك التعادل لفريقه لتنتهي المباراة بقمة الإثارة. في إسبانيا نجح أتلتيكو مدريد في تحقيق فوز كبير على حساب مضيفي أتلتيك بلباو وبأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت ماميس. نجح ميغال ريكو من تسجيل الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 17 عبر تمريرة من المتألق ساسايتا. في الشوط الثاني دخل رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني وهم يضعون العودة في المباراة كهدف لهم، وبالفعل نجح الفرنسي أنطوان غريزمان في تسجيل التعادل، فبعد دقيقة واحدة على بداية الحصة الثانية أدرك الفرنسي التعادل، وفي الدقيقة 53 تمكن راؤول غارسيا من تسجيل هدف التقدم لفريقه عبر ركلة جزاء، وفي الدقيقة 73 عاد غريزمان لكي يوقع على الثنائية والثالث لفريقه، وقبل النهاية بتسع دقائق ظهر غريزمان من جديد لكي يوقع على الهاتريك والرابع للروخو بلانكوس. في فرنسا توج أولمبيك مارسيليا بلقب الشتاء في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما تغلب بصعوبة وبهدفين لواحد على ضيفه ليل في المرحلة 19 من المسابقة على ملعب فيلودروم. تقدم فريق الجنوب بهدف جاء عبر النيران الصديقة عن طريق نولان رو لاعب ليل الذي أحرز هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف، وفي الشوط الثاني أدرك السنغالي إدريسا غايا التعادل لمصلحة ليل في الدقيقة 61 قبل أن يعود مارسيليا للتقدم مجددا بعدما أحرز ميشي باتشوي هدف الفوز قبل النهاية بـ20 دقيقة.
بهذا الفوز استغل فريق المدرب الأرجنتيني بيلسا تعثر أقرب ملاحقيه باريس سان جيرمان حامل اللقب، والذي بدوره سقط بفخ التعادل السلبي مع ضيفه مونبولييه ليعزز مارسيليا موقعه في الصدارة وليوسع الفارق مع فريق العاصمة الفرنسية صاحب المركز الثاني إلى 3 نقاط بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة. يا لها من عودة في إسبانيا قام بها رجال المدرب الأرجنتيني سيميوني، ومع تميز المدربين الأراجنة إلى تميز بيلسا هناك بفرنسا. الآن نذهب إلى المزيد من أخبار الرياضة في سياق التقرير التالي. بداية جولتنا مع إنجاز الفريق الملكي بفوزه ببطولة كأس العالم للأندية، فأصبح العام 2014 الأفضل في تاريخ نادي ريال مدريد من حيث عدد الألقاب، وبات العام الأفضل الذي عرفه النادي الملكي رغم مروره بسنوات مميزة في الماضي. وحسب صحيفة ماركا فإن ريال مدريد لم يحقق 4 ألقاب في عام واحد طوال تاريخه، حيث جمع خلال العام الحالي ما بين دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى بطولتي السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية. ووصل المرينجي إلى فوزه رقم 22 بحسم اللقاء أمام سان لورينزو بهدفين نظيفين، وبات على مسافة مباراتين من الرقم القياسي المعتمد لكورتيبا البرازيلية، حيث أن فوز الفريق الملكي على كل من فالنسيا وأتلتيكو مدريد في بطولتي الدوري والكأس على الترتيب سيجعله في تلك المكانة المميزة. وأرجع عرب الريال المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن سبب التحسن الممتاز بأداء فريقه خلال العام هو الفوز على غريمه برشلونة بنهائي مسابقة كأس الملك للموسم المنصرم في مدينة فالنسيا، حيث قال إن تلك المباراة فجرت الطاقات الإبداعية لدى لاعبيه إلى يومنا هذا. ونتحول إلى منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، حيث يعتقد لوران بلان المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان بأن فريقه يعاني من اضطرابات. وتحدث بلان خلال المؤتمر الصحفي قائلا: كمدير فني أعترف بأن فريقي ليس في أفضل حالته، وقد اعترفت بذلك من قبل، ولكن النقاط التي نمتلكها نستحقها بجدارة. وأضاف المدرب: خلال مباراة غانغان كان هناك بعض الأمور يجب التحدث بها لأننا خسرنا، ولو كنا تعادلنا لم نكن نتحدث بشأنها، تلك الخسارة كانت ناقوس خطر للفريق. وأنهى حديثه قائلا: فريقي لم يكن جيدا خلال نهاية الأسبوع الماضي، ولكني لم أتوقع الخسارة، لذا علينا التركيز خلال المباراة المقبلة من أجل تحقيق الفوز. هذا ويحتل باريس سان جيرمان حاليا المركز الثاني في ترتيب البطولة برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن مارسيليا المتصدر، وذلك بعد فوزه في 10 مباريات وتعادله في 8 إلى جانب هزيمة واحدة. ونختتم جولتنا مع إعلان المدافع الفرنسي المخضرم إيريك أبيدال اعتزاله لاعب كرة القدم لأسباب شخصية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اليونانية أثينا حيث يلعب لفريق أولمبياكوس. وأضاف أنه يريد أن ينال قسطا من الراحة، حيث سيتخذ بعد ذلك بعض القرارات التي تتعلق بمستقبله. وكان أبيدال البالغ من العمر 35 عاما قد عاد إلى الملاعب بعد أن خضع لعملية زراعة في الكبد، وشارك أبيدال في 67 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، وكان آخر ظهور دولي له بالعام 2013 خلال تصفية كأس العالم الأخيرة أمام أوكرانيا، كما لعب لعدة أندية أوروبية كبرى منها برشلونة الإسبانية وليون وموناكو الفرنسيين، كما فاز مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2009 و2011 إلى جانب 4 ألقاب في الدوري الإسباني، كما شارك في نهائيات كأس العالم 2006 مع منتخب بلاده.
إذن لكل بداية نهاية، أريك أبيدال تلك القامة والهامة العالية وصاحب الهمة القوية يضع حدا لمسيرته في ملاعب كرة القدم بعد أن تخللها فترة كانت صعبة، لكنه تفوق وهزم مرض السرطان. ونحن بدورنا وصلنا إلى نهاية أخبار الرياضة وعودة للزملاء لاستكمال مشوار جولة الصباح. تفضلوا. شكرا يا مان. لابس اصفر، واي فريق رح تلعب اليوم؟ اليوم فريق الشمس رح يلعب. فريق اورينت. بيشرفنا.